آباء وأمهات تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. لمساعدتكم في المراجعة لأبنائكم، هذا نموذج الاختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية. الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة. لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. لدينا التمرين الأول، اربط كل حيوان بسلوكه في فترة التزاوج. حيوانات لدينا الطاووس، النعامة والكبش. سلوكات: ترقص، يحدث صوتا مرتفعا، ينفش ريشه. إذا لدينا الطاووس، سلوكه في فترة التزاوج: ينفش ريشه. النعامة في فترة التزاوج: ترقص، والكبش يحدث صوتا مرتفعا. إذا في فترة التزاوج الطاووس ينفش ريشه، النعامة في فترة التزاوج ترقص، والكبش في فترة التزاوج يحدث صوتا مرتفعا. التمرين الثاني، أكمل بما يناسب: سلوكات، آكلات، صغارها، الأعشاب، اللحوم، الأخطار، اللحم. تتغذى بعض الحيوانات ب، وتسمى العشب، وتتغذى حيوانات أخرى ب، وتسمى آكلات. تتغذى بعض الحيوانات وتسمى العشب، يعني حيوانات بالأعشاب. وتسمى آكلات العشب. وتتغذى حيوانات أخرى باللحوم. وتسمى آكلات اللحم. يوجد نوعان من الحيوانات، بعض الحيوانات تتغذى بالأعشاب وتسمى آكلات العشب، والأخرى تتغذى باللحوم وتسمى آكلات اللحم. تعتني الحيوانات ب، وتحميها من مختلف حتى تكبر. تعتني الحيوانات بصغارها، وتحميها من مختلف، تحميها من ماذا؟ من مختلف الأخطار حتى تكبر. يقوم كل حيوان بخاصة في فترة التكاثر. بماذا يقوم كل حيوان في فترة التكاثر؟ بسلوكات. يقوم كل حيوان بسلوكات خاصة في فترة التكاثر. تتغذى بعض الحيوانات بالأعشاب وتسمى آكلات العشب، وتتغذى حيوانات أخرى باللحوم وتسمى آكلات اللحم. تعتني الحيوانات بصغارها وتحميها من مختلف الأخطار حتى تكبر. يقوم كل حيوان بسلوكات خاصة في فترة التكاثر. التمرين الثالث، ضع كل جسم في الخانة المناسبة. لدينا السكر، أجسام السكر، الملح، مسحوق الحليب، طماطم، البصل، الشمع. جسم لا يذوب في الماء، جسم يذوب في الماء. إذا الأجسام التي لا تذوب في الماء، اكتبها من هنا، تذوب من هنا. السكر جسم يذوب في الماء، يذوب في الماء. الملح كذلك جسم يذوب في الماء. مسحوق الحليب كذلك نضعه في الماء يذوب. إذن جسم يذوب في الماء. الطماطم لا تذوب في الماء. البصل كذلك لا يذوب في الماء. الشمعة لا تذوب في الماء. إذن بعض الأجسام التي لا تذوب في الماء: طماطم، البصل، الشمعة. أجسام تذوب في الماء: السكر، الملح، مسحوق الحليب. التمرين الرابع، ضع علامة X في الخانة المناسبة. هذه العلامة أضعها في الخانة المناسبة، إذا كانت صحيحة أضع العلامة X. تضع الدجاجة البيضة وبعدها يفقس.
رسمت زهرة ثم لونتها، أنشد وأرفع العلم الوطني، أحتفل بعيد ميلادي كل سنة. لدينا أحداث متعاقبة، أحداث متزامنة. تضع الدجاجة البيضة وبعدها بعد مدة معينة يفقس البيض. أحداث متعاقبة. أحداث متعاقبة هي الأحداث التي تأتي أحدث بعد الآخر. الحدث الأول بعد مدة معينة يأتي الحدث الثاني. أحداث متعاقبة متزامنة في نفس الوقت. رسمت زهرة ثم لونتها. لما انتهيت من رسم الزهرة ألونها. أحداث متعاقبة ليست في نفس الوقت. أنشد وأرفع العلم الوطني. أنشد النشيد الوطني قسما، وفي نفس الوقت العلم يرفع. أحداث متزامنة. أحتفل بعيد ميلادي كل سنة. أحتفل به هذه السنة ثم أنتظر السنة القادمة وأحتفل به، وهكذا. أحداث متعاقبة ليست في نفس الوقت. إذا لدينا تضع الدجاجة البيضاء وبعدها يفقس متعاقبة، رسمت الزهرة ثم لونتها متعاقبة، أنشد وأرفع العلم الوطني متزامنة، أحتفل بعيد ميلادي كل سنة، أحداث متعاقبة. لا تنسوا الضغط على الإعجاب بالفيديو. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.